أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. بداية أستاذ عوض، عندما يتحدث فتحي باشاغة عن أن حكومة الوحدة الوطنية تقود البلاد إلى الحرب والاقتتال، هذه الرسائل لمن هي موجهة؟ هل هي للداخل أم للخارج؟ أولا لو شفنا كلمة فتحي باشاغة أمس يعني هنجد فيها تغيير كليا. أولا حمل حكومة الدبيبة كل المسؤولية في جميع المجالات، سواء الأمنية أو السياسية أو العسكرية أو الاجتماعية وأيضا الصحية، حمله أوزار ما توجد في ليبيا. ثانيا والنقطة الأهم من ذلك هو الجانب العسكري الذي تحدث عنه فتحي باشاغة، قال مسبقا في عدة لقاءات وفي عدة تصريحات انه لن يلجأ الى القوة الى دخول طرابلس، لكن لو وجدنا بالامس تصريحه قال لم نلجأ ولم يكن لن نلجأ. فلم نلجأ هو نفي الفترة الماضية التي تحملها طيلة الستة أشهر الماضية دون أي تدخل عسكري، لكنه أدرك أن تواجده في العاصمة طرابلس لن يتم حله مع عبد الحميد الدبيبة إلا بتدخل عسكري، من أجل ذلك لم ينفي. وهذا يلوح أن هناك ربما يكون خلال الأيام القريبة مواجهات عسكرية أو احتكاك عسكري في العاصمة طرابلس. وصلت التحشيدات العسكرية، وجدنا بالأمس اللواء 27 الذي يتبع فتحي باشاغة تحركات واستعراض عسكري في العاصمة طرابلس. فتحي باشاغة لم ينفي نهائيا في مستقبلا اللجوء إلى القوة، قال لم نسمح لم نرضى باستخدام القوة خلال الفترة الماضية طيلة 6 أشهر، ولكنه لم ينفيه مستقبلا كما حدث، لم يقل لن نلجأ إلى القوة، لم يلجأ إلى المستقبل نهائيا لاستخدام نفي مستقبلي، مما يؤكد أن هناك ربما يكون هناك تحركات عسكرية في الفترة المقبلة. ربما نجد مواجهات. فتحي باشاغة أدرك يقينا أنه لن يستمر أو لن يصل إلى حكومته وممارسة عمله في عاصمة طرابلس إلا من خلال القوة. وجدنا أيضا أنه أدى إشارة إلى ذلك عندما قال أنه لم يلجأ إلى استخدام القوة والحرب طيلة 10 سنوات منذ. نعم، في هذا السياق وفي نقطة ثانية، قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يلوح بالتدخل، هل هذا التلويح هو إعلاميا أو لحث الأطراف على التفاهم، أم سنشهد في المرحلة المقبلة كما ذكر تدخل عسكري؟ الجيش لن يدخل بطريقة مباشرة في، يعني ده توقع انه لن يدخل مباشرة في مواجهة عسكرية، لكن ربما يخوض فتحي باشاغة تلك الحرب او تلك المواجهة من خلال الميليشيات التابعة له داخل العاصمة طرابلس. هو تواجد منذ فترة في مدينة نصراتة، المدينة التي تجمع او ينتمي اليها رئيسي الحكومتين فتحي باشاغة وعبد الحميد الدبيبة. الدبيبة فقد الكثير من الاوراق داخل مدينة نصراتة التي تحتوي على عدد كبير من الميليشيات. الجيش ربما رسائله واضحة، لأنه أدرك جيدا أن الأمر لن يحل بالتوافق السياسي أو بالحلول الدبلوماسية. قائد الجيش عبر عن معاناة الشعب الليبي بأن هناك صراع بين ما وصفهم قائد الجيش بعبرة الكراسي. هذا الوصف يدل أن الصراع يقوم على من أجل السلطة، من أجل تحقيق مكاسب، وأن الجيش لوح بذلك. لكن على أرض الواقع لا أتوقع أن الجيش يخوض حرب مباشرة مرة أخرى ضد الميليشيات في العاصمة طرابلس، لكن ربما يقودها في رئيس نقطة الحكومة فتحي باشاغة. نعم، في نقطة أخيرة، ماذا عن زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى القاهرة، خاصة أنها جاءت بعد زيارة تركيا؟ هناك مصر لم ولن تبخل نهائيا عن الحل في ليبيا، لأنها أمنها القومي وأمن دولة شقيقة. أيضا هناك ربما حديث في الفترة الأخيرة عن تقارب بين وجهات النظر بين القاهرة وأنقرة بالنسبة للأزمة يعني الليبية بشكل وكبير، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. من المؤكد أن مصر دولة محورية لها علاقة قوية برئيس البرلمان، رئيس الحكومة فتحي باشاغة. كل ذلك من حقها أن تعرف ماذا جرى في الكواليس داخل أنقرة، موقف مصر هل بأمر بذاته، وضحت الفكرة، أو آخر سيكون هناك مناقشة بطريقة أو بأخرى لاحتواء الموقف أو الوصول لأقرب السيناريوهات لتجنب مواجهة عسكرية في العاصمة طرابلس. الأمر اللي يعني محتدم بها بشكل أو آخر تحركات للميليشيات المسلحة تتبع رئيس الحكومة المكلف من البرلمان أو رئيس الحكومة المنتهية ولايته هو، نسأل الله السلام. شكرا جزيلا الباحث في الشؤون العربية عوض محمد عوض على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا.